موظف الإغاثة أوليفيا فاندي كاسيل البالغ من العمر 42 عاماً ألقي القبض عليه أثناء زيارته لإيران في فبراير من العام الماضي. في يناير حكم عليه القضاء الإيراني بالسجن 40 عاماً والجلد، أيضاً 74 جلدة بتهم من بينها التجسس. العدل البلجيكية حينها قالت إن الحكم يستند إلى أدلة ملفقة وأنه جاء رداً على عقوبة السجن التي صدرت بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا في عام 2021. المتهم بمحاولة تفجير تم إحباطها في فرنسا وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً. في مارس الماضي أيدت المحكمة الدستورية البلجيكية اتفاقاً لتبادل السجناء مع إيران، لكن إطلاق سراح فاندي كاسيل لم يكن بموجبه، والسبب بحسب مسؤولين في الحكومة البلجيكية يعود إلى أن الإفراج عنه بموجب الاتفاق كان سيستغرق وقتاً أطول، وهو ما قد يدفع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحديداً في المنفى الذي استهدفه مخطط تفجير القنبلة في فرنسا للجوء إلى القضاء لوقف عملية التبادل. وهنا استعانت بلجيكا بدلاً من ذلك بالمادة 167 من دستورها، وهي مادة تنص على حرية الحكومة في تنفيذ سياستها الخارجية وتنظيم علاقاتها الدولية. هذه الخطوة اعتبرتها المعارضة البلجيكية بأنها رضوخ الحكومة لما وصفته بسياسة الابتزاز الإيرانية، خاصة وأن إيران اعتقلت عشرات الأجانب وأيضا مزدوجي الجنسية في الأعوام الماضية، أغلبهم بسبب اتهامات تتعلق بالأمن والتجسس. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.